أعلن مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام السعودي رفع جاهزيته، حيث يعتمد المركز على أكثر من 8000 كاميرا مراقبة موزعة على أرجاء المشاعر المقدسة. ويرصد المركز سير الحالة الأمنية للحجاج في بيت الله الحرام والتأكد من مسح الطرق لتسهيل الحالة المرورية للحجاج وإزالة العوائق لتحقيق السيولة المرورية، ورفع مركز القيادة والسيطرة الطاقة التشغيلية والبشرية للعام الجاري من خلال استخدام التقنيات الحديثة. وتعد غرفة القيادة والسيطرة في مشعر منى المسؤولة عن إدارة الحج، أما غرفة القيادة الموجودة في مشعر المزدلفة فتتولى الجانب التنسيقي لكافة الجهات المعنية.